أما الآن مشاهدينا إلى شباك الفن ومن مسرح دولبي الشهير، حيث أعلن جوائز الأوسكار بالأمس في الحفل 90 لهذا الحدث الضخم في هوليوود، ولكن كعادتها في الأعوام السابقة ألقت السياسة بظلالها على الحفل، ولم يمر بالطبع دون ذكر فضيحة التحرش التي هزت عاصمة السينما العالمية هذا العام. ولكن تبقى الجوائز هي محط اهتمام طبعا عشاق الفن السابع. نتابع. الكل كان ينتظر حفلة الأوسكار هذه السنة، حفلة جاءت بعد سنة عصيبة على عالم هوليوود، من فضائح التحرش الجنسي إلى قضايا السود، وأخيرا فضيحة إسناد أوسكار أفضل فيلم عن طريق الخطأ السنة الفائتة. حفلة سياسية إذن، رغم أن المنظمين تناولوا الموضوع بضحك. أوسكار من أكثر الرجال المحترمين في هوليوود، هناك سبب وجيه لذلك، انظروا إليه، هو يضع يديه بطريقة يمكننا النظر إليهما. غير مقدم الحفلة سترته، لكنه حافظ على روح الدعابة حتى عند إعلان الجائزة الكبرى. سنقدم الجائزة الأخيرة لهذه السهرة، لا يمكن أن نخطئ هذه المرة. لم تذهب الجائزة الكبرى لامرأة أو لأسود هذه السنة، إلا أن الحفلة كانت الفرصة الذهبية لتغسل هوليوود نفسها من خطايا قضية واينشتاين التي هزتها منذ 5 أشهر. جرت العادة أن يسلم أوسكار أحسن ممثلة من فاز بنفس الجائزة عند الرجال السنة الماضية، إلا أن فضائحه الجنسية جعلت 3 من ضحايا التحرش يعوضنه على الخشبة ليسندن الجائزة لفرانس ماكدورماند. لم تشأ الأكاديمية إسناد أي جائزة للفيلم السوري آخر الرجال في حلب، الذي حالت التأشيرة الأمريكية أن يظفر فريقه بحضور الحفل بسبب سياسة الحظر التي ينتهجها ترامب ضد السوريين. أين صف أنت غاتول؟ أنا بو في المدرسة؟ مدرسة؟ صف الأول. وما عدا ذلك لم تحد الحفلة عن نظيراتها في شيء، أضواء وصحافة وجمهور وأزياء. ونرحب من بيروت الناقد الفني يقظان الطقي. أهلا بك سيد يقظان، يعني دائما ما يصاحب جوائز أوسكار يعني يعتبر كأنه منصة للمواضيع السياسية، للمواضيع الاجتماعية، وحتى للفضائح إن كانت الفضائح الجنسية وغيرها. كيف ترى يعني حفل جوائز أوسكار هذا العام بالمجمل؟ قبل القضايا أستاذ أحمد، هناك الفضاء المفتوح، الليل المفتوح بالشكل الذي يأخذ كل سنة شكلا جديدا، خاصة مع دخول أشياء هي على هامش الأفكار ولكنها تتحول إلى أفكار. يعني الفضاء العام، السينوغرافي، الملابس، الأزياء، استعراض النجوم، ما يحملونه من إكسسوارات، خاصة مع دخول الفاشن هذا العام على مسابقات الأوسكار. هذا الليل الذي يمتد حتى ساعات الصباح الأولى، 4 ساعات، يعني حتى 7 بتوقيت بيروت، هناك فارق ساعتين بيننا وبين لندن. هذا الحدث الاستعراضي الضخم بامتياز في الفضاء المفتوح، على الشارع، على الأضواء، على الضوضاء، على الحلم، على اللهو، على الأفكار، من بينها الأفكار التي عرضتم، مسألة التحرش الجنسي التي عصفت بسينما الهولدية، إلى قضايا أخرى تلفت في هذه الدورة، دورة 90. الأفكار تغيرت في 90 سنة، وحده الأوسكار ربما الذهبي حيث تشخص الأنظار كل عام لم يتغير حول هذا الفن السابع الذي صار يعكس أكثر وأكثر
جزء كبير من التحولات السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العالم الذي يبدو أكثر ترابطا من أي وقت مضى أستاذ أحمد. طيب سيد يقظان، يعني هناك الكثير تحدث عن موضوع يعني فيلم The Shape of the Water بأن يعني السيناريو بأنه مسروق، ورغم كل هذا حصل على العديد من الجوائز. يعني كيف يمكن استغراب في هذا الموضوع؟ سيناريو يتهم بالسرقة وفيلم يأخذ كل هذه الجوائز. لسنا على معلومات كافية حول مسألة السيناريو المسروق. هناك كثير الإشكالية ويحتاج إلى نقد معمق. نعم هناك اتهامات، ولكن ما يلفت في هذا الفيلم أنه يعرض لقضية محددة جديدة نوعا ما، هي قضية التحول الجنسي، قضية السمكة والغرام بدون جنس. هذه قضية جديدة لا تتوقف عند الجسد كجسد كنهاية حكاية، وإنما عند أبعاد أخرى لجسد لا تنتهي القصة في مكان ما. هذا موضوع جديد، ربما نشهد في الدورات الجديدة فيلم عن الرابوت مثلا. هذه مسألة جديدة تعكس هذا التوجه العام نحو الأفكار الجديدة، علما أن الأفكار الثمانية المتنافسة كل منها عرض لقضية ما، لواقع ما. كان هناك تعدد في القضايا المطروحة، وفاز الفيلم، حصد 5 جوائز ليست صحيح. قليلة بأي حال، قد تثير كثير من الاعتراضات. لكن المفارقة أستاذ أحمد أن هذا الفيلم مثلا في بيروت لا يعرض أيام السبت ولا أحد، لا يشهد إقبالا للعرض في بيروت. ربما الناس تهتم بأفلام فيها العنف أكثر، استخدام العنف، ربما في أفلام فيها الجنس بشكل مباشر. هذا يظهر مفارقة أخرى حول اهتمامات الغرب. سيد يقظان صحيح، اهتماماتنا يعني مثلا في المنطقة العربية، لكن بشكل عام أغلب الأفلام التي تحصل على الجوائز الكثيرة لا يكون فيها هذا الجانب، من جانب العنف وجانب يمكن الأكشن الموجود، أغلبها يكون صاحب يمكن سيناريوهات لعلاقات اجتماعية أو قصص يمكن أقرب إلى قلوبنا نحن كمتفرجين. هذه هي أهمية السينما وأهمية الفن السابع، خاصة في الدورات منذ السنوات الأخيرة، تحديدا 3 سنوات الأخيرة، أقرب إلى سينما الواقع، على اعتبار أنك تشهد أفلام يأتي فيها الممثلون بأجسامهم، بمدنهم، ببيئاتهم، بالتلوث، بالغضب، بالعنف، بالهواجس، بالحب، باللهو، بالأحلام. هذه ميزة السينما، خاصة الدورة الحالية، هي أفلام بمجملها أفلام تنقل الواقع، لكنها صحيح. طيب بما أننا سيد يقظان، عذرا على بما أننا نتحدث عن موضوع نقل الواقع، أريد أن أسألك على يعني الفيلم العربي، وهم فيلمان كانوا مشاركان في هذا الأوسكار مرشحان، لكن فيلم آخر الرجال يعني في حلب كان متوقع له أن يمكن أن ينال جائزة من جوائز أوسكار. أريد أن أسألك أنت يعني رد فعلك بعدم حصوله على شيء أو فوزه بأي جائزة؟ مجرد وصول الفيلم إلى المسابقات وترشيحه إلى المسابقات النهائية يعكس برأي كثير من النقاد أنه فيلم رابح، مثله مثل الفيلم اللبناني قضية 23 صحيح. يعني بمجرد أستاذ أحمد أن تسمع في الصالة الكبرى في هذا الحشد اللي فيه لجنة تحكيم من 2000 شخصية ناقدة سينمائية، مجرد أن تسمع اسم الفيلم اللبناني أو الفيلم السوري، خاصة أنها للمرة الأولى في تاريخ السينما اللبنانية وربما السينما أيضا السورية أن يصل فيلم إلى التصفية النهائية، وفيلم نادين لبكي وصل إلى الترشيحات ما قبل النهائية في دورات ماضية. لكن زياد الدويري له فضل كبير على السينما اللبنانية، أحدث انعطافة مهمة بال97 مع فيلم ويست بيروت، وهذا الشاب يحدث طيب سيد يقظان في السينما اللبنانية طيب. وفي الإنتاج السينمائي يعني عذرا لم يتوقع الوقت الكثير، أريد أن أسألك على موضوع يعني علاقة كما شاهدنا حتى في العام الماضي وحتى يوم أمس، مع علاقة دائما هوليوود وبترامب الرئيس الولايات المتحدة، هناك توتر في هذه العلاقة. هذا التوتر ظهر أكثر في السنة الماضية، كان هناك نوع من السخرية ما بعد الحداثية حول تغريدات ترامب وحول مسألة انتخابه وحول
القرارات التي اتخذها بمسألة هجرة المسلمين واللون الأسود كانت واضحة أكثر. هذا العام كانت هذه الإشارات، استمرت التهكمية بشكل غير مباشر، لكن مسألة التحرش الجنسي ربما مع جيمي كامل ضغط أكثر على الموضوع إلى قضايا أخرى، ربما يعني أصبحت أمور عادية، التكرار يصبح نظاما بيروقراطيا، تتكرر الأمور مع الرئيس الأمريكي ترامب وتتعدد القضايا بشكل أنه مرت الأمور بشكل هامشي أكثر هذه الدورة. الناقد الفني يقظان التقي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.